صباح الخير طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا موضوع جديد اللي هو التربة. التربة تعتبر من احد مكونات سطح الارض. التربة شنو هي؟ من جاية؟ جاية من تفتت الصخور، فتات الصخور ويا المعادن ويا بقايا كائنات الحية المتحللة، كلها حتكون للتربة. الصخر الكبير تأثر بعوامل الجوية، الرياح والامطار ادى لتفتته. ايضا البقايا الكائنات الحية، النباتات، الحيوانات، المعادن الموجودة كلها بالأرض، كلها ايش حسوي لي تربة. مرات من نقول انه احنا لازم نزرع نباتات، بس لازم نختار تربة صالحة للزراعة، غنية بالمواد الغذائية. هذا من اقصد المواد الغذائية، هي تكون تتكون من بقايا الكائنات الحية، كانت نباتات، حيوانات وغيرها، ايضا تحتوي على معادن. فتتفتت الصخور بواسطة العوامل الجوية كالرياح والأمطار. تكون التربة يحتاج إلى مدة زمنية طويلة، يبتدي لآلاف السنين. فرضا هي صخرة كبيرة تعرضت الرياح، تكسرت شوية منها، بنفس الوقت الأمطار تكسرت شوية منها، وهكذا إلى أن تصير لي تربة اللي هي إحنا هاي اللي نشوفها. فتتكون التربة من فتات الصخور والمعادن. التربة يقول ايضا تحتوي التربة على الماء والهواء، احنا من نقلبها حيصير تهوية بالتربة، ايضا الماء من نسقيها، بنفس الوقت جذور النباتات التي تثبت التربة، وتحتوي ايضا على حيوانات مختلفة، ديدان الارض والتي تعمل على تفتيت التربة فتسمح للهواء والماء بدخول التربة. ها هي دودة الارض. من تحفر داخل التربة ايش حتسوي؟ حتسوي لي مثل تهوية، مثل الفتحات داخل التربة، فشي تؤدي إلى تسمح لدخول الهواء والماء داخل التربة. عرفنا من شنو تتكون التربة، هسه نجي على الألوان. تعتمد لون التربة على مكوناتها، فيكون لونها بنيا غامقا أو أسود إذا كانت غنية بالسماد، بينما تكون بيضاء إذا كانت أصلها صخورا، ويكون لونها أحمر إذا احتوت على نسبة كبيرة من الحديد. ديشوفون صفراء اللون أو بيضاء، حمراء أو تكون بنية غامق أو أسود. إذا كانت بنية فهي تحتوي على سماد، هاي تكون كلش مفيدة للزراعة. إذا كانت حمراء فيحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وإذا كانت أبيض فهي شنو؟ أصلها الصخور. التربة تعتبر مورد طبيعي له أهمية كبيرة، وتعد التربة مكان مناسب لنمو النباتات، فمن دون تربة لا يمكن أن تنمو النباتات، ومن ثم لا على الغذاء، وهذا يؤدي إلى عدم الحصول على الموارد البيئة النباتية. يعني التربة كلش مفيدة بالاقتصاد، بنفس الوقت مفيدة للكائنات الحية. ليش؟ لأنه بدون تربة أنا ما أقدر أزرع نباتات، الإنسان ما حيحصل، الكائنات الحية ما حتحصل على غذاء، وبذلك وهذا يؤدي إلى عدم الحصول على الموارد الطبيعية البيئية النباتية المتمثلة بالقطن والكتان والخشب. هذا القطن، هاي الأشجار التي تستخدم في الأثاث، صناعة الأثاث والتدفئة. يقول ما هي العوامل الجوية التي تؤدي إلى تكون التربة؟ العوامل الجوية هي الرياح والأمطار. نأخذ ما هي أنواع التربة. التربة أنواع تعتمد على حسب حجم الحبيبات والقطع الصخرية المكونة لها. يعني اعتماد قسموا أنواع التربة حسب شنو؟ حسب أصلها، من جاية. أكو ثلاث أنواع من أنواع التراب، اللي هي التربة الرملية والتربة الطينية والتربة المزيجية. أول نوع اللي هو التربة الرملية، تتكون من حبيبات كبيرة خشنة الملمس، لونها بني فاتح، متماسكة بدرجة ضعيفة، تسمح بمرور الماء من خلالها بسهولة مع الاحتفاظ بقليل من الماء. التربة الرملية وين احنا نشوف دائما التربة الرملية؟ شايفيها بالصحراء. شلون لونها؟ لونها بني فاتح، تكون حبيباتها تكون كبيرة وخشنة الملمس. التماسك بيناتها انه اني من يعني شلون يعني واحد يلزق بالثاني، ها كل الصعبة بدرجة التماسك بيها يكون كلش ضعيفة، تسمح بمرور الماء من خلالها بسهولة مع الاحتفاظ بقليل منه. وتكون هذه التربة غير صالحة لنمو النبات، كما أنها لا تعد مناسبة للعيش الحيوانات عليها، لأنها تجرف معها معادن والأسمدة الضرورية.
شايفين الصحراء، الصحراء ما نقدر نعيش بيها او ما نقدر نزرع بيها نباتات هواي. ليش؟ لانه التربة هناك المكون لها تربة رملية، حبيباتها خشنة، درجة التماسك بين حبيباتها تكون كلش ضعيفة وتسمح بمرور الماء من خلالها بسهولة وما تحتفظ بالماء. شنو لونها؟ لونها بني فاتح. يعني لا أنا أقدر أزرع النباتات هناك ولا أقدر ولا تقدر الحيوانات أيضا تعيش هناك. ليش؟ لأنها تجرف معها الأسمدة والمعادن الضرورية لنمو النبات. هاي هي التربة الرملية، شايفيها إحنا بالصحراء، واغلبنا نعرف انه الصحراء هو صعب بنباتات لانه تربة رملية غير صالحة للزراعة. هسه ناخذ النوع الثاني من انواع التربة واللي هي التربة الطينية. حبيباتها تكون صغيرة ومتماسكة بدرجة كبيرة، لا تسمح بمرور الماء خلالها بسهولة مع الاحتفاظ بكثير من المياه. هذه التربة تكون غنية بالمعادن ولكن لا تنمو النباتات فيها بشكل جيد لصعوبة امتداد الجذور فيها. التربة الطينية الحبيبات مالتها تكون صغيرة متماسكة، يعني واحدة متماسكة بالثانية، بحيث الماء يكون صعب انه يتغلغل بداخلها، نفس الوقت على احتفاظ بكثير من المياه. هاي تكون غنية بالمعادن ولكن لا تنمو النباتات بيها. ليش؟ لانه مو حبيباتها متماسكة وصغيرة، صعوبة الجذور حتكون صعوبة الامتداد بيها. هاي هي التربة الطينية. هسه نجي على النوع الثالث من انواع التربة. هذه التربة اسمها التربة المزيجية. تتكون هاي التربة من مزيج من الرمل والطين، يعني من اسمها مزيجية انه مزيج من الرمل والطين، وتكون حبيباتها متوسطة الحجم، يعني لا كبيرة مثل الرمل ولا صغيرة كلش مثل الطين. يميل لونها الى الاصفرار وتتميز بوجود التي تجعلها خصبة وصالحة للزراعة. تكون هي متماسكة بدرجة متوسطة وتسمح بدخول الماء من خلالها وأيضا الاحتفاظ بالماء بدرجة مناسبة، أي ليست رطبة جدا ولا جافة جدا، وتكون غنية بالمعادن والمواد اللازمة لنمو النبات. هاي هي التربة المزيجية، من اسمها مزيجية يعني تمزج بين الرمل وبين الطين. قلنا الطين أنه تكون حبيباتها كبيرة ولا تحتفظ بالماء وسهولة دخول الماء من خلاله، أما الطينية فتكون حبيباتها صغيرة وتحتفظ بالماء ولا تسمح بمرور الماء من خلالها. لذلك خبطة والرمل والطين كونوا لتربة اللي هي التربة المزيجية، تكون حبيباتها متوسطة الحجم ويمكن الاحتفاظ بالماء بدرجة مناسبة، يعني ما تكون لا رطبة جدا ولا جافة جدا، وأيضا تكون غنية بالمعادن والمواد لنمو النبات. أحسن تربة حاليا هو يستخدموها هي التربة المزيجية، لأنه تحتوي على معادن وعلى المواد اللازمة لنمو النبات. اقرأ هاي الصورة وسمي التربة التي ينمو فيها النبات بشكل جيد هي التربة المزيجية. هسه نجي على أسئلة مراجعة الدرس. يقول سؤال: من ما تتكون التربة؟ تتكون التربة من فتات الصخور والمعادن وبقايا الكائنات الحية المتحللة. ماذا ينتج؟ ثانياً ألف، ماذا ينتج عن تفتت الصخور والمعادن؟ تنتج تربة. باء، ما نوع التربة التي تكون حبيباتها كبيرة ولا تحتفظ بالماء؟ هي التربة الرملية. جيم، أسمي التربة المتكونة من مزيج من الرمل والطين هي التربة المزيجية. ثالثاً، ما أصلح أنواع التربة لنمو النباتات؟ هي التربة المزيجية. ليش؟ لأنها تحتوي على معادن وعلى المواد الغذائية التي اللازمة لنمو النباتات. لهنا كملنا الموضوع. اقرأ الموضوع، اي سؤال انا موجودة اشرح لكم اياه اذا ما واضح. اما واجبكم فهو حل مراجعة الفصل صفحة 180 الى حد السؤال السابع داخل.